السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كلكم في أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم هي البريوات بالحوت، تجيو رائعين ولدات. خليكم معايا مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، غنبداو على بركة الله مع المقادير ديال الحشوة. كنحتاجو للحوت، كديرو اي نوع عندكم، كتغسلوه مزيان وكتفلحوه بحال هكا بالموس، شوية ديال الكالامار مقطع الى مكعبات صغار، شوية ديال القزبر والمعدنوس، توابل كنحتاجو الملح، شوية ديال الكمون، شوية الخرقوم، تحميرة او بابريكا، قليل من البزار او فلفل اسود، وشويه ديال الحار، زيت الزيتون، صلصه الصوجا، الشعريه الصينيه اللي غنرطبوها في الماء وغنقطعوها، وشويه ديال الحمض المصير اللي كنقطعوه الى قطع صغار بزاف، وعصير نصف حامضه. اول حاجه غنوجدو الشرموله اللي غنشرملو بها الحوت والكالامار. فواحد الطبصيل كنديرو التوابل، كنضيفو عليهم الزيت وعصير ديال نصف حامضه، كنضيفو عليهم الربيع او القزبر او المعدنوس، وديك الحمض المصير اللي قطعناه الى قطع صغار بزاف. صافي، كنخلطو هاد العناصر مزيان، كنضيفو صلصة الصوجة حتى هي، انا درت معلقة كبيرة، كنخلطو هاد العناصر مزيان حتى ينسجمو مع بعضياتهم. بعد ما وجدنا الشرمولة ديالنا كنشرملو بها الحوت ديالنا، كنشرملوه مزيان، وكندخلوه الفران اللي تيكون سخون نقبل على درجة حرارة متوسطة حتى كيطيب. داك شوية الشرمولة اللي بقى لينا غنضيفوها على الكالامار، كنديرو المقلاة فوق البوطة وكنديرو فيها ديك القطع ديال الكالامار، وكنضيفو عليهم هذيك الشرمولة اللي بقات، وكنطيبو على نار تكون عافية، تكون مجهدة شوية باش ما يطلقش الماء. ها هو الحوت ديالنا بعد ما طاب، كنزولو ليه الشوك، اما بالنسبة للشعرية الصينية فدرتها في الماء غليان حتى ارتبت، صفيتها وقطعتها، من بعد دوزتها في ديك المقلة اللي طيبت فيها الكالامار ودرت ليها شوية ديال الملحة وشوية البزار. دابا كنضيفو عليها داك الكالامار، وكنضيفو الحوت حتى هو، وكنخلطو هاد العناصر مزيان حتى ينسجمو مع بعضياتهم، وكنخلي الحشوة حتى كتبرد مزيان، عاد كنعمرو بها البريوات ديالنا باش ما تقطعش لنا الورقة. صافي، كنقطعو الورقة على الأشرطة على هذا الشكل، أشرطة طوال، من بعد كندهنوها بالزبدة وكنعمروها بالحشوة، كنجمعوها على هذا الشكل، في الاخر كنلصقوها من الاخر بشوي بيض بيضه، وهذا هو الشكل ديالها.
ندهنوها مزيان بالزبدة. لا بغيتو في عوض الزبدة كدهنوها بالزيت النباتية. صافي كنعمروها بالحشوة وكنجمعوها. طريقة سهلة. كنسقوها بياض بيضة. صافو كنستمروا بنفس الطريقة حتى كنعمروا البريوات ديالنا كاملين. يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد او لا تطيبوهم في الحين. بعد ما عمرنا البريوات ديالنا كندهنوهم باصفار البيض اللي درت معاه قطرات ديال صلصة الصوجة. كيعطيهم واحد اللون زوين. كندهنوهم مزيان وكندخلوهم الفران اللي تيكون سخون من قبل على درجة حرارة متوسطة حتى كيطيبوا وكيتحمروا. ندخلهم الفران حتى كيطيبوا ونطلق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، بريوات بالحوت. تجيو رائعين ولدات. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والبارتاج. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.